التسجيل المسرب لوزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف حول العلاقة بين الحكومة والحرس الثوري أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية الإيرانية، حيث شملت الإجراءات حظر سفر وإقالة مسؤول كبير. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أكدت أن طهران فرضت حظر سفر 15 شخصاً لضلوعهم في التسجيل الصوتي المسرب الذي اشتكى فيه ظريف من نفوذ الحرس الثوري على الدبلوماسية الإيرانية الخارجية. بدوره أقال رئيس النظام الإيراني حسن روحاني رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية حسام الدين أشنا، وعين المتحدث باسم الحكومة علي الربيعي خلافاً له. كما هاجم في اجتماع حكومي وكالة إيران انترناشونال لنشرها التسجيل المسرب داعياً وزير الاستخبارات إلى التعامل مع الناشرين بقسوة. وفي وقت سابق عزت بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام مسؤولية إجراء مقابلات مع ظريف وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك الوزراء إلى المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية. وأثار التسجيل المسرب ردود فعل كثيرة حتى من خارج إيران أيضاً، بعد أن زعم ظريف في تصريحاته بأنه تلقى معلومات من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، والذي يشغل حالياً منصب المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، حول الهجمات الإسرائيلية على مواقع الفصائل التابعة للنظام الإيراني في سوريا. في غضون ذلك ادعى بعض الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تحقيق بهذا الخصوص، فيما ذهب البعض إلى دعوة كيري للاستقالة من منصبه في إدارة بايدن.